شلونك سو عادل؟ ماشي الحال الحمد لله. شو وين بابا؟ جوا تفضل. كان عندي اليوم بالمكتب وطلع من دون ما اشوفه. لك علي بدر اهلين 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 وسهلين. شو هالطله هي؟ تسلم لي زبط لي هالجرافه عن النص. هلا جايبني على ملابسي مشان زبط لك الجرافه. بلبس بس رح تخنقني. اوف الحقيقه عم زبط حالي لانه اهله لايات جايين مشان شو جايين يا سعاد؟ مشان كتب الكتاب والعرس. مشان كتب الكتاب والعرس. طيب ليش ما استنيتني لحتى اطلع معك؟ الحقيقة خجلت من هناء. عود عود خجلت من هناء؟ ايه ايه ما تستنى. ايه والله ليش بقى؟ يا سيدي ما خبرت على ملف الحديد. الله يصلحك ويهديك سببت لها بهدلي من كعب الدست. لا 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 الله يسامحك شو عم تقول؟ لك بنت مثل هاي ناعمة ورقيقة وحلوة ما بصير تتبهدل. ومين هاي الناعمة والرقيقة؟ أنا قلت نعمة ورقيقة؟ إيه أنت هلأ قلت نعمة ورقيقة. هلأ ليش شعراتك هيك؟ روحي ردبيهم هلأ بيجوا الجماعة. أي ماشي. هلأ أنت فهمني ليش هيك بتلف وبتدور مع بنتك؟ ماني فهمان. لك يا بدر ما بدي بيّن قدامها أني مراهق يا أخي. آه بيّن أنك مراهق. والله وبيّنت نواياك طلعت حاطط عينك على سكرتيرتي. شش وطي صوتك وطي صوتك. انت شو رأيك؟ ايه رأيي انا لا بيقدم ولا بيأخر. المهم هي شو رأيها؟ والله مزبوط. يلا بس هلا بوقتها رح ألبس الجاكيت ونروح نجيب الجاتو.